مين؟ سؤال جميل قوي، سؤال جميل قوي، وما فيش اختيارات لو هم اربعه اصلا. ما هي الخلافه الاطول في عهد الخلفاء؟ في غلطه هنا معلش، الخلفاء في الالف واللام دي بقى غلطه مطبعيه معلش بنعتذر عنها. ما هي الخلافه الاطول في عهد الخلفاء الراشدين؟ ها يا ترى، ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ بالترتيب اهو، الاطول الاطول. وطبعا هتبهرون، هنبهر اذا قلتوا لي كل خليفه قعد قد ايه. هدخل كده في مرحله لا هنعدي الليفل، هنبقى في ليفل اعلى. هو علي طول اللي في الاخر، ابو بكر ولا عثمان ولا عمر ولا علي؟ ايو الخلفاء مكث اطول من الاخر؟ عمر. عمر. هل فريق الابطال يتفق مع فريق النجوم وتقتنصوا منهم درجه وتحاولوا تقربوا شويه لان هم فريقين بتقريبا درجه او اثنين؟ هل عمر تتفق معاهم؟ لا هي مش عمر بس مين؟ ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ هكذا بالترتيب، ترتيب الخلفاء الراشدين. ابو بكر قعد سنتين تقريبا. برافو عليك، ابو بكر قعد سنتين تقريبا. امتياز يا بشوي، انا مبهور بيكم في سر التفوق. لا فعلا متفوقين على فكره، اسئله مش سهله. وعمر كان من 11 ل 13 ل 23 11 هجريه. الله، يعني تقريبا 10 سنين. حلو كمان وجايب التاريخ صح. مش ادب احنا بقى. سيدنا عمر بص بص قال لك لا لا انا بقى. وسيدنا عمر 10 سنين، بتبهرني يا شوي، بتبهرني. ها اتبقى علي وعثمان، ايهما اطول؟ ها اجابه نهائيه، يلا ثواني معدوده، قل اسما. مش عارف، ها متعاطف معاك في الدرجه دي يا بشوي، بس مش هقدر اقول. ها اول حرف؟ طيب ايه؟ ابو بكر عثمان عمر علي. ها طب في العين؟ كلهم عين. اي كمان تعالى قول لي بقى الحرف التاني. اول حرف من اسمه هو عثمان ابن عفان الذي مكث في الخلافه 12 سنه، 12 عاما في الخلافه. تبقى بقى معلومه سيدنا علي وهذا مكث 5 سنوات وقتل في الاخر على عد خوارج. طبعا بس انا مبهور بصراحه، زي ما قلت امتياز يا بشوي. اي نعم ما اخدناش الدرجه، لكن امتياز في هذه الايه الجزئيه. يبقى الخلافه الاطول هو الخليفه عثمان ابن عفان 12 سنه. فريق ها